في خبر عاجل وصادم الآن، وفاة شقيقة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله صاحبة السمو الملك الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود. وأعلن خبر وفاة الديوان الملك السعودي اليوم الثلاثاء وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود وتحديد موعد الصلاة عليها. وبحسب ما جاء في بيان الديوان الملك السعودي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملك الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود. وأضاف البيان: سيصلي عليها إن شاء الله يوم غد الأربعاء الموافق 1 ربيع الأول 1446 هجريا 4 سبتمبر 2024 بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. رحم الله الفقيدة وأسكنها في سيح جناته، ونسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وزويها جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.